السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله، كيف بخير عليكم؟ كلشي مزيان الأحوال، الله يحفظكم. بالنسبة للحميمات اللي غنصيفطو للعيون إن شاء الله مدينة العيون بتقضي اليوم، اليوم الأحد، اليوم 21 في الشهر 2 2021، وهما هادو غنصيفط جوج دوكو. هاد الذكر هذا اللي كنت ديجا هضرت عليها هو منقط، هو هذا، وغنصيفط هذا اللي كيمشي ليا البحر، هو هذا. هذا فيه باك أورونج 2017، هذا فيه باك خضر 2019، هذا باك خضر 2019. يعني هادو صافي، هادو هما الحميمات ان شاء الله اللي غنجي وبالتيسير ان شاء الله. هما هادو جوج ديال الدوكور وندار الله يسخر ديال الكرطونه فين غيدخلوا. هي هادي هل... بسم الله، يا بسم الله، دخل اوليدي دخل، ما بغاش يدخل، دخل اوليدي دخل، دخل اوليدي دخل. دابا ندير لهم شويه السكوتش. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله، خوت بخير عليكم، الاحوال كلها مزيانه، الله يحفظكم جميعا. انا هاني تجون بعدا كلشي ما كاين ما يشوش. تحيه لخوتنا وحبابنا جميعا، ارض الوطن وخارج ارض الوطن جميعا. تحيه الدراري ديال طوبوش كاملين، الطوبوش تحيه لكم جميعا، والحمد لله. تحيه لخويا ابراهيم حجاتي ومن لا يعرفوه، ابراهيم حجاجي ولد الشيخ مفضل صاحب المقهى، ابو جور ديالك اخويا ابراهيم، وتحياتي لك وتحيه لجميع الخوتنا كاع اللي كيحبونا، وتحيه عاود ثاني الناس اللي كتبيع البال في الشارع ديال كتوب في حي الشيخ مفضل مدينه ساله، الناس اللي كتبيع البال، تحياتي لكم جميعا، وتحيه كاع الناس اللي كيتبعونا. وما نزيدش نطول عليكم، اول حاجه كيف شفتوا هاد اللقطات ديال هاد الفيديو اللي لحقت لكم دابا، الفيديو اللي عاد لحقت لكم دابا، صيفطنا جوج حميمات اللي صيفطنا للعيون، الذكر اللي كان طلقت الاكادير وواحد اخر ما طلقتوش، هذاك اللي ما طلقش انا عاقبته. علاش عاقبته؟ لانه فاش كنطلقوا مع الحمام كيدير لي الرودو، كيمشي كيرعى ليا في البحر، كيجي عامر بالغيس كيمشي يرعى. انا قلت شنو ندير؟ انا نصيفطو لهاد العيون الصحراء ونخليو يتكوكط شويه نشوفو شحال غادي يدوز في هاد العيون هادي. والله يسخر الجامعة شي، وتحياتي لجمعية رباط السلام، وتحية لجنود الخفاء، يعني كاع الناس كنحييهم من هاد المنبر، ونتمناو هاد المطلق هذا يدوز في أحسن الظروف. وإلا تطلق الحمام غدا إن شاء الله الثلاثاء غدا قالو غيتطلق الحمام، إلا تطلق غدا الحمام غادي يدوز المطلق مزيان. إلا مشى حتى بات الحمام نهار واحد في البوانية، باي باي لي بيستيول. نقول لكم لي كاين بحال الطلق اللي دازو، حنا كنهضرو في الواقع، كنهضرو في الواقع، حيت الخطأ كيوقع الخطأ، ومن الخطأ نتعلم، واللي ما كيتعلمش من الخطأ راها صعيبة القضية، والقضية طاقية، الله يرضى عليكم. يعني ملي كيوقع الخطأ راه كيوقع ماشي مشكل، وإنما خصنا نتعلمو من الخطأ. في المسافة الطويلة كنشوفو حنا خصنا نشوفو ديما الناس اللي فوقنا، ماشي نشوفو اللي تحتنا. إلا شفنا اللي تحتنا تماك بقينا، ما عمرنا غادي نتقدمو. إلا شفنا الناس اللي فوقنا كنحاولو ما أمكن، هذاك ما كيتسماش حسد، هذاك كيتسمى كتنافس، كتنافس مع الشخص الآخر، يعني غادي توصل حتى نتايا. كيف واصل هو بنيتي؟ أبنيتي هبة، سدي داك الباب، دوك البيروجات كيغوتو، راه كاين اللي ما كيحملهمش. هادشي اللي كاين الخوت، يعني المنافسة راها مزيانة، أو راه المنافسة راها شريفة، مزيانة تنافسو. اللي قلت لك الحمامة إلا بات نهار واحد زيادة، دابا الحمام هو مشى نهاراش، بات نهار، شنو اليوم؟ اليوم اثنين، اليوم اثنين، البارح الحد صيفطنا الحمام، دونك الحد واثنين ونهار ثلاثة يتطلق، ثلاث أيام الحمام هو في البوانية مزيانة، هذا هو الحد الأقصى. كيف قلت لكم الخوت بان الحمام الا جلس فوق واحد، الا جلس كيس واحد المده، حنا كنقولوا غير كيصدقها العقل، الا جلس واحد المده اكثر من المده ديالو ما كيبقاش صالح للعب. الحمام خصو يكون مربي السوق، راه الرياضي، الرياضي مثلا كرة القدم غير مثلا، هذاك اللي كيكون في الاحتياط، واش عمرك شتي شي واحد في الاحتياط جالس شد قهوة ولا جالس كيتسنى النوبة ديالو، وكتلقى غادي يجي كيحنقص، حركة سخينية، يعني ما خصوش يحبس ولو دقيقة. كذلك هو الحمام هو مثال، الحمام إلا شدينا وبقينا شاجينا في واحد البلاصة، السوفل كيمشي،
ما كيبقاش صالح للاكل، يعني ما كيبقاش صالح للصيبه. يعني السباق خص الحمام ديما يكون النشاط والرشاقه والحيويه، وعاد عاد جلود ورشاك وش محلول. غادي نهضروا في الواقع، هادشي اللي كاين. ونتمنوا هاد السباق ينجح، نتمنوا هاد السباق ينجح باش القضيه تكون في الطاقيه. بصح لي حنا صيفطنا جوج حميمات ما غامرناش، كنت غنصيفط العدد ما نكذبش عليكم. انا صيفطت حمام ديال الدبلوم في المطلق ديال بكره، ولا معت السماره ولا معت شنو، ولا المطلق ديال بكره. هما الدبلومات عندي لتحت، والله الا الدبلومات عندي لتحت ديال المسافات الطويل الممتاز، ماشي ديال الطويل، ديال الطويل الممتاز. حمام صيفطو بالدبلومات ديالو وضارب ومعاود، مشى لينا الحمام، مشى الحمام قال مجلسين و9 ايام. حنا كنهضروا في الواقع الخوت، كنقول له تحيه للناس كاع اللي كتخدم. اما الناس اللي فيها بلا بلا ما عندي ما ندير بها، الناس اللي كتخدم تحيه ليهم. هذاك اللي فيه القرايه بزاف ما عندي ما ندير به. قال المجلسين لينا الحمام 9 ايام، حتى واحد ما قدر يهضر. علاش خايفين مناش؟ خايفين، هضر على حقك اصاحبي. مالك اموت وحده اللي كاينه، الله على الوطن على الملك، وعاش الملك. اشنو عاش الملك ثم عاش الملك، مناش غادي نخافوا؟ ما عندناش من نخافوا، نخاف من الله عز وجل، لان كلنا احنا بشر وكلنا خطاعون، وخير الخطاعون هو التوابون. يعني بنادم اللي غادي يعترف بالخطا ديالو راه هي درنا الخطا، وواحد ما كيبغيش يعترف هذاك ما بعد منه، هذاك الانسان وبعد منه اللي ما كيعترفش بالخطا. نهضروا في الواقع ديما، انا كنقول هذه الكلمه ديال نهضروا في الواقع، لان الخوف من الله عز وجل هو اللي خلقنا، هو اللي كيمرضنا، هو اللي كيدير لنا، هو كيبتلينا. هو البشر ما عنده ما يعطيك، هادشي اللي كاين. باش ما نسيش نبقى نطول عليكم، حنا كنتمنوا الخير والتيسير للجميع. هادشي اللي كاين، حنا كنمشيو غير مع السهله. ملي كتبان لينا طريق عوجه كنبعدوا منها، تيبان لنا شي واحد فيه الدخل ولو يكون كاع عزيز علينا فيه الدخل، كنحاولوا ما امكن ما ناديوش، غير نبعد. وانا ما كناديش بنادم، وبامكاني نادي بنادم، ولاني ما ناديش بنادم. حاول ما نزيدش نطول. بالنسبه للحميمات دابا صيفطنا جوج مشاو، هما دوك الفيديو اللي قلت لكم ديال قبيله في اول الحلقه اللي لحقت لكم. ما نزيدش نطول عليكم، دابا الحميمات هما طلقناهم ودرنا لهم صورتي هذيك، درنا لهم الرايه. ديما ملي نكون هاديه عاديه، ملي نكون كنهضر على شي حاجه بحال دابا نقول لهم هذا البرودوي، ملي نقول هذا البرودوي بيني لهم انت البرودوي كاين ولا لا. ملي نقول لهم مثلا ولديك البيزاكرا ديال سبوتنيك، انت غتمشي للبيزاكرا ديال سبوتنيك مثلا. هذا هو التصوير، المونتاج والاخراج، باش حنا نكون بروفيسيونيل، نكونوا شي حاجه واعره، ماشي هكا نديروا ما علينا. هادشي اللي كاين. وحاجه اخرى بالنسبه لخوت لي كونترول، لي كونترول ديال مدينه سالا ولا هادي، الله عز وجل قال لك من تواضع لله نتا، من تواضع لله رفعه. انا الا عيط لي شي واحد، الا عيط لي شي واحد قال لي تمشي دير الكونترول، ما غاديش نقول ليه لا. تابقين عما باش انا غادي نمشي نقلب على السلاوين اجي ندير الكونترول، ما غنمشيش، ما غادي نقولها حتى شي واحد هاد الكلمه هادي. ما غنمشيش عند بنادم نقول ليه اجي ندير الكونترول، فهمتيني؟ حيت كل واحد وكي كيحسبها، وما كنطلب لا فلوس لا والو. تقول لي اجي دير كونترول، ولا نقول لك عطيني، ولا ما نقول لك لا عطيني لا حتى شي حاجه. انا قال لي كبر بيا، ولا اللي عيط لي قال لي اخويا جمال بغيتك خاي دير لنا واحد الفيديو كونترول الباطل فلان فلاني ولا فلان فلاني، نمشي على الراس والعين، ماشي مشكل. انا راه قناتي اللي غادر، راني كنلوح فيديوهات مع راسي انا وحميماتي، وناشط مع راسي، وانا عندي عاديه القناه تطلع ولا تنزل ولا كيف ما بغات تكون تكون، هانيه عندي ما مسوقش. ما علينا، هادشي اللي كاين. انا راه اللي عيط ليا ونجي ندير لي كونترول راه ماشي مشكل، نجي ندير معاه فيديو ونعرف فيه وهادي وهادي. بنادم راه كاين شحال واحد كيتكبر، نهضرو في الواقع، شحال واحد كيتكبر كيقول لك خلي صافي حيد عليا. دابا الحميمات راه طلقنا الدوكور، طلقنا الدوكور دابا راه تقريبا شحال دابا باش طلقناه؟ باش طلقناه شي 10 دقائق. ها ماما كيسمعوكم، ها دابا تقريبا شي 10 دقائق باش طلقناهم، وان شاء الله هذه غادي نعطيوهم اليوم. بلاتي نقول لكم من بعد الدوش، من بعد الدوش شنو عطيتهم؟ عطيتهم البي اس، باش نقول لكم شنو كاين. عطيتهم البي اس، البي اس فيها خليط من دوائين، الدواء ديال التريكومونوز والدواء ديال الكوكسيديوس ديال المصارم، يعني المصارم والتريكومونوز مخلطينهم في ذاك الدواء ديال البي اس. كاين اللي ما عارفوش، كنهضر مع الناس المبتدئين، اللي قاري على ذاك البي اس
فيها الكوكسيديوز وفيها تريكومونوز، يعني نسبه قليله ديال التريكومونوز كيف كيقولوا خفيفه، ونسبه عاوتاني قليله حيت الدواء اللي كتلقى فيه 4:1 5:1 70:1 راه ما كيداويش ايفيكاس، ماشي بحال الدواء ديال التريكومونوز. الا شديتيهم مخلطينها كدير 50% ب 50%، متفقين؟ يعني ملي كدير مثلا داك الشاصيه ديرها بجوج ايطرو ديال الماء، يعني راه كتكون لا دوش شويه ناقصه. راه درت لهم البي اس البارح ان شاء الله، واليوم غادي نديروا لهم هذا باش نوجدوا المطلق الجاي. انا عاد هذا السيدوكول والانتروباك ديال البكتيريا النافعه، هادشي اللي غندير لهم في الماكله، والماء غادي نعطيهم المعادي. وبالنسبه للمطلق ديال سيدي بن نور الخوت، الرتبه اللي حزت عليه راه ماشي شي رتبه شي حاجه، راح سبحان الله كبار. حصلت على الرتبه 13، الرتبه 13 والرتبه مع 17 ولا مع شنو، الرتبه 25 وهي غاده، هادشي اللي حصلت عليه. الرتبه 20 والرتبه 25 ما بين 1800 حمامه، هادشي اللي كاين. يعني باش الرتب العشرة الاولين راه ما دخلناش. المطلق الاول حصلنا على المطلق الاول اللي دا صعيب، حصلت على 5 الرتبة 5 الرتبة 7. المطلق الثاني حصلت على الرتبة 11 غادي وكنبعد. المطلق الثالث حصلت على الرتبة 13، ونتمناو الخير في المطالق الجاية، واللي ديكلارا الله يسهل عليه. هادشي اللي نقولو، وتحياتي للاتحاد السلاوي وتحياتي لجمعية اليمامة. ما علينا، هادشي اللي غادي نديرو باش ما نزيدش نطول عليكم. راني سقط وراش عندنا واحد الحميمة الخوت ديال العام اللي فات، انا نوريها لكم. كنديروها قطرات، درنا غا قطرات ديال السيدوكول اللي هو هذا، هذا ديال الانتروباك ديال البكتيريا النافعة. هذا عندي ثلاثه المعالقات على حساب الماكله، كنديروا معلقه في الكيلو. عطنا معلقة وحدة نديروها دابا، صافي كنديرو معلقة في الكيلو. عندنا هنا 3 كيلو ديال المادلة، وتحية لخويا خالد، خويا خالد الرئيس. وكنت اخويا خالد غنجي غا كانت القضيه في الطاقيه كيف كنقولوا، كنت مشغول البارح، كان عندي ما يدار البارحه، كنت غادي نجي اخويا الرباط السلام البارح، وكنت غنهود عندكم الرباط ساعه ما كتابش. وتحيه لخوتنا كاع اللي سولوا فينا، منهم الاخ ازولاي. دابا القضيه الطاقيه، خليكم معايا خليكم. ديتي بالنسبه للحمامه الخوت، هي هذه اللي لقيت البارح، لقيتها فوق الشجنه، لحتها الماكله وهي تهبط. هذه هي الحميمه، وهاد الدليل بلاتي.
هذه هذه 100% كانت مضروبه وباقي فيها الصباغه الحمراء شويه مع البداله هذه ديال العام اللي فات هذه الحمامه وهذه اللي شدات تكرفص عليها ماشي مولوع هي مقزبه ومفيته معاوده مقزبه جني واحد قصار عندها والصباغه اللي بقات منا اللي ما بدلاتش هي هذا والحمامه فيتها مضروبه قلنا هنا الا شفنا هنا البريشي ديالها هنا البريشي ديالها فيتها مضروبه الحمامه هنا البريشي ديالها كله مضروب راه ما فيهاش جوج دقات هنايا في البريشي ديالها وهذه هي الحمامه مسكينه اللي جات البارح ما فيها لا باك مانيتيك لا والو ها فيها غير الباك 2019 وهنا حيدوا لها الباك مانيتيك هادو المعلمين ديالنا هادشي اللي كاين باقي فيها شويه ديال الصباغه وبالنسبه للشرابه شحال واحد كان كيسولني على الشرابه فين خدينا هادي يعني دوك الشرابات بحال هذيك الخضره اللي عندي اللي كتقلبها وتزيرها هذيك ما عجبانيش انا لان الا طاحت فيها شي حاجه كتخوي داك الماء يعني كتضيع في داك الماء كامل حيت ملي كتبغي تخدم الدو هذه اللي احسن هذه بعدا هذه ماركه ديال لا دوزيام كاليتي يعني هذه دوزيام شوا كاينه البرومير هي اللي عندي وكل ماركات انا نلقى بحال هذيك اللي عندي هي اللي باغي لان الباسيك ديالها غير باش نتفاهموا هذا الباسيك ديالها قاصح هذيك البلاستيك ديالها رطب لين هذيك الا طيحتيها طلقتيها كتبومبا كطيح وكتبومبا ما كتهرش ما عدا ملي كتضرب واحد المده هذيك راه تبارك الله خدامه من 2004 من 2004 وهي خدامه وفكروا معايا شرابه من 2004 وهي خدامه هذيك الخضراء بلاتي نجبدها لكم الله يرضي عليكم سمحوا لي دابا بحال هذه الخوت بحال هذه البلاستيك ديالها قاصح هي راه من هنا تشقات راه فيها شحال من شقه فيها من هنا لان البلاستيك ديالها قاصح هذه الا طاحت تهرس طيح تهرس هذه توا قاصح الا طاحت كتقسم كتهرس الاخرى البلاستيك حيت البلاستيك فيه وفيه الاخرى البلاستيك فيها لين ارطب بحال القضيه ديال البانيوات البانيو كاين واحد البانيو اللي كتلقى البلاستيك ديالو لين ارطب هذيك واخا كطيح كتبومبا متفقين كطيح ماشي داك كتهرس ما كتهرش غير قابله للكسر انا ما كرهتش كون لقيت بحال الاخرى مرة مطبوعه فيها بلاتي نجبدها لكم راه مطبوعه فيها بلجيكا هي هذه هذه اللي فيها ديك العيبه كتعلق من هنا فيها شحال من ثقبه فيها جوج اربعه فيها اربعه ثقبات وفيها العبار فيها وفيها العبار فيها نص متر متر هذا 3 متر 4 متر يعني فيها العبار شحال كتهز من يطرو هذه زوينه وفيها الطابع ديالها هنا هو الطابع ها هو فيها الطابع لا ما يبانش فيها الماء خصني نخوي الماء فيها هنا الطابع ديال بلجيكا يعني هادو مزيانين انا ما كرهتش كون بحال هادي نلقاها نشريها لان هادو كيدوموا مده طويله بلاستيك ديالها زوين مزيانه اما بحال هادو هادي خديتها جديده من عند الاخ دريس خديتها جديده باش درتها لهاد الشجنه وليني راه زيرو ها هو طرفان ها حنا كنهضروا فيها ها هو ها هو الطرف هو تهرس شو ها هو ها هو لاصق شي ها هو الطرف هو تهرس ليها هادي راه زيرو صافي هادشي اللي كاين ما علينا حنا زدنا النتاوي هادي هاهي زدنا هاد النتاوي هادي نبقى نعطيوها النتاوي هادشي اللي كاين وما علينا واحد شي شويه غادي نهبطو الحمام واحد حسب بغيت نحسب لهم ساعة المكانة ان شاء الله ما خصنيش نحن لان الكحن تمحن خليهم ساعة المكانة يطيرو غادي نعطيهم يشربو نعطيهم ياكلوا بعدا السيدو كولو الماكله ونحطوا لهم ميها عادي وغدا ان شاء الله فيديو جديد ان شاء الله وتحياتي لكم جميعا 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 وتحياتي لكم احنا الخوت تشنا شرابه جديده هي هذه ها نشنوها اليوم ان شاء الله ومن بعد ما طار الحمام تقريبا ما كملاش ما كايناش الساعه ساعه راه ما كايناش ساعة ما كايناش غنصفروا لهم دابا نحطوهم شنو؟ كيسون؟ ها؟ ساعة وي وما عرفت أنا بنتي قالت لك ساعة الله أعلم حنا غنصفروا عليهم دابا شكون شي ساعة؟ قالت لك ساعة بنتي الله أعلم دابا راه
يلا حنا نحطو مخو دابا. ما تا ما هبطوا على بركة الله. سير هبط اوليدي هبط 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 ونتمنوا الخير. نحلوا لدوك حلوا لديك الحبيبه راهي اللي كانت رجعات. حلوا لها تدخل تخرج تاكل. دخل 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 دخل. هما الذكور هما دول الاخوان. اللهم يسير ولا تعسير. هاي الحبيبه راه ولات كتاكل معاهم وليني باقي ما طلقتهاش الطير. ما زعمتش عليها الطير نطلق الطير. حطينا لهم مياه عاديه ودرنا لهم داك السيدو كول في الماكله. وكل كل اوليدي انت كتهيج كل. ومن بعد نطلقوا الاناث الخوت. هذا هو البروغرام ديال اليوم ان شاء الله. ادعيو معنا عاوتاني في المطلق الجاي. راه كنزهقوا الدبلوم على شويه كنزهقوه. وتبناو الخير يا رب امين لينا وليكم وللجميع. وهادشي اللي قدرنا عليه الله اخويا الخوت. يعني راه الجهد ديالنا راه ماشي راه الحمام هو اللي كيجري. ما سبقناش راه ما عندناش سالات الحفله. تيقول لك اللي عنده عنده وصافي. طلقنا الحمام ما بغاش يجي في الوقت صافي ما عندنا ما نديرو. هادشي اللي كاين. يلا ونتمنوا التيسير ونتمنوا بعدا ندخلوها العيون بعدا العيون نتمنوا ندخلوها. والله ما يسير. هادشي اللي كاين وخليكم معنا والسلام عليكم ورحمه الله. وواحد التحيه للخوت تحيه كبيره الاخ جهاد خويا وحبيبي جهاد تحيه ليه من هذا المنبر تنحييه والله يشافيه ديما تنقولها. تحيه الاخ سمير تحيه الاخ مجيد والاخوان كاع اللي كيحبونا واللي نسيتو يسمح ليا. وواحد تحيه لخويا نور الدين من المحمديه كتنسيتك اخويا نور الدين راه ما نسيتكش. وتحيه لجميع الموالع ديال المحمديه لا المولوعين ولا المولوعات ديما تنقول راه كاينين المولوعات في المدينه المحمديه. الله يسخر لكم جميعا. وما نساوش خويا امين مجيب وبادر بيدور بيترو 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 بادر وخويا تاشفين بن يوسف تحيه لك اخويا. ونتمنوا الخير والتيسير ان شاء الله لينا ولغيرنا. وهذا اللي كان والسلام عليكم ورحمه الله. وخليكم معنا ان شاء الله في فيديو قادم بحول الله. وتحياتي لكم جميعا. السلام عليكم ورحمه الله.